طيب لكن مش عايز تعرف كولر قال ايه في المؤتمر، عايزين نسمعه. اول نسمعه. مره كولر الناس تسمع له بعد المباراه، طب ما نسمعه. طبعا هو مهم جدا ان الواحد يبقى البدايه قويه وبدايه كويسه. الفريق اشتغل كويس جدا الاربع اسابيع اللي فاتت، كانوا كل لعيبه مركزه بتسمع بتحاول انها تطبق كل اللي احنا بنطلب منهم في التمرين، لكن المهم ان احنا لسه في بدايه الطريق، لسه قدامنا طريق طويل، عايزين لسه نتحسن، محتاجين فكرتنا وفلسفتنا في كره القدم انها تتطور اكتر من كده وتوصل للعيبه احسن من كده. لكن طبعا كويس جدا ان الواحد يبقى يبدا بمكسب، وده بيدي ثقه اكتر في ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وده مهم جدا للعيبه ان هما يبقى عندهم ثقه ان هما يكملوا على نفس الطريق. انا هبدا من اول ما احنا في الطياره، هبدا التحضير على طول، هقعد اتفرج على ماتشات وهبدا اجهز الماتش الجاي من الطياره. طبعا احنا كسبنا بره ارضنا وده طبعا حاجه كويسه بتدينا دافع، لكن مهم جدا ان احنا واحنا على ارضنا نفضل مركزين، ما نسمحش ان يحصل اي مفاجآت مش عايزينها، وان احنا نكسب الماتش على ارضنا برضه. اهم حاجه ان احنا ان اللعيبه تبقى عارفه ان احنا ما كسبناش، ده شوط اولاني. بنفرح النهارده بس، ومن اول بكره خلاص بنقفل الصفحه ونبدا التجهيز للمباراه القادمه ان شاء الله، وهنبدا احنا على طول من اول دقيقه ان احنا نحضر للمباراه القادمه. فمهم جدا ان احنا ننبسط النهارده بس مش اكتر من النهارده، وبكره هيكون ان احنا مستعدين للماتش الجاي، وان احنا دايما نطلع احسن ما عندنا. ما فيش كلام اكتر من اللي قلناه، هو نفس المعلومات اللي سمعناها ونقلناها للساده المشاهدين. لكن هو الراجل بيقول لك وانا في الطياره هبتدي اشتغل، اللعيبه سعداء، الفوز مهم لكن مش نهايه المطاف، مش عايزين نتغار. في نفس الوقت كويس ان احنا كسبنا بره، ولكن يعني هزر كده وقال منعم داس على رجلي وكان لازم ياخد انذار. ده دليل ان الراجل ده عنده يعني عنده هدوء نفسي، وعارف امتى يهزر وامتى يتكلم جد وامتى. نتمنى ان دي تكون الانطباعات الدائمه اللي جايه باذن الله، والمؤتمرات ما تضغطش عليه. مبسوط منه؟ لا لسه مرتاح ان انا اسمع منه واشوف تاني. طب انا قلت لك ايه ايام سوارش؟ استنى شويه. لا متطلب الاولى والله، قلت لك انا الان اصل الشخصيه مهمه. ما تمسكليش الفانيله وتبصها وتعمل كده. لا ما تخلش. ما تخلش عليك. لا انا عايز راجل موزون يقعد يفكر الاول، وسيبنا نتكلم نديله حق.